فقرتنا الاجتماعية بخصوص الأطفال وسلوكهم في رحلة. اكيد زينب، اذا بدنا نقول بعض الاطفال ليش بيتاخر عندهم النطق، امتى الوقت الصحيح لحتى يبلش الطفل بالنطق واختيار كلمات بسيطه تدريجيا لحتى يصير يمكن يقدر على الحديث الكامل؟ شو هي المشاكل اللي ممكن ترافق الطفل؟ اكيد زينب بهالمواضيع كلها حنتعرف عليها اليوم أكيد بشكل تفصيلي. اكيد فرح، وخاصه لنعرف شو هو الشيء الطبيعي والشيء اللي ما كتير ممكن يكون بيصير الشك بقلوب الاهالي وما بيدخل بنطاق مشاكل الكلام واللغه. يمكن انه كمان بيساعد بعض الاهالي والاباء على معرفه اذا كان هناك سبب مقنع او مثير للقلق بشان اطفالهم اللي تاخروا عن النطق. كل هالنقاط رح نعرفها مع ضيفتنا لافا صلاح علي، اخصائيه نطق. صباح الخير يا لافا. صباح النور يا هلا. صباحك. صباحك يا رب. يسعد صباحك عن جديد. اليوم عم نحكي عن مشكلة كتير من الأهل بخافوا، حتى خاصة إذا بدنا نقول الأمهات اللي عندهم طفل واحد ما بيكون عندهم يمكن هي الخبرة الكبيرة. إمتى الطفل لازم منقول يبلش ينطق لحتى يتدرج بالكلام؟ هلأ بالعادة ببلش من عمر 10 شهور ل 14 شهر، لازم يحكي كلمات بسيطة مثل بيب، بو، بابا، ماما، دادا، هدول الكلمات من 10 شهور ل 14 شهر. طب امتى بيتاخر الطفل عن النطق بيصير في مرحله الخطر؟ لما بيوصل للسنه ونص وهو ما حكى ولا كلمه او وقف بمرحله معينه، مثلا انه هو كاغب عمر 6 شهور ووقف وما عاد تطور كلغه. تمام. دائما بنسمع انه التواصل مع الطفل لما الام بتبلش تحاكي طفلها كثير، بدنا نلاقي بعض الامهات يمكن طفل عمره 5 شهور بتحاكيه كانه واعي وكبير، وبيقولوا يمكن هذا الشيء ممكن يساهم انه الطفل يحكي يا بكير يا اما يكون كلامه صحيح ونطقه سليم، هذا الشيء ممكن يكون صح او لا؟ اكيد كثير منيح انه هن يتواصلوا مع طفلهم من بكير، خاصه انه هن يحاكون بطريقه كتنغيم مثلا، فهو بيجذب انتباهه، بيحاول انه يلعب بالاوتار الصوتيه او يحكي عبكير، وخاصه انه الاناث هن اكثر بينطلقوا بالحكي اكثر من الذكور. طيب كيف الام او الاهل ممكن انه يعرفوا انه طفلهم عندهم مشاكل بالنطق؟ يعني هلا كنا عم نحكي تحت الهواء ممكن يكون في مشاكل عضويه بجسم الطفل قبل ما تكون سلوكيه، ما هيك؟ تمام. هلا اول شيء بالتشخيص نحن بدنا ننفي اي مشكله سمعيه، بصريه، اي نوع من الاعاقات، سواء اعاقه جسميه، سواء اصابات دماغ، ممكن انه الولد تعرض لرضع على الدماغ، ممكن ارتفعت درجه حرارته، فهون بيصير عنده مشكله بالنطق او اعاقه ذهنيه بتؤدي لمشكله بالنطق. بعد ما بنعمل فحوصات وبنتاكد من سلامه الاجهزه العضويه بنبلش انه نعمل مثلا اذا هو بالبيئه ما عم يحكوا معه، بنحاول ننبه الاهل انه هن يحكوا معه كثير منيح، يعرفوه على الاشياء، كلمات معينه يضلوا يحكوا له اياها. لعمر 4 سنوات إذا هو تأخر وما حكى وما عنده أي مشاكل عضوية فنحن بنصبر عليه لعمر 4 سنوات، بعد 4 سنوات بتصير مشكلة. طيب إذا كان عنده هي المشكلة بالنطق لعمر 4 سنوات، بعمر 4 سنوات بلش الحكي، يعني ممكن طفل العمر سنة ونص يحكيها مثل ماما، بابا، هي الكلمات البسيطة المفتاحية اللي بنقولها نحن اللي بيبدأ فيها الطفل، في أمل إنه يتحسن الطفل أو بعدنا بنفس المشكلة؟ بأربع سنوات إذا ما كان عنده أي مشكلة فأكيد إنه هو رح ينطلق انطلاقة كاملة، فهو الطفل هم نسميه الطفل المخزن للغة. عم يخزن اللغة، وبعمر 4 سنوات فهو رح يحكي كأنه عمره 4 سنوات، يعني جملة من 4 كلمات مباشرة. طيب كيف يتم العلاج للأطفال اللي عندهم تأخر نطق عندكم؟ هلأ نحن أول شيء من شخصه بناء على تشخيصه منبلش بنعمل اختبار لغة مقنن، سواء على اللغة الاستيعابية بعدين على اللغة الانتاجية، نعرف شو هي الضعف الموجودة لدى الطفل ومنبلش ندربه، وخاصة إذا كان أول شيء بدنا نتأكد من سلامة الأجهزة العضوية،
إذا كان عنده مثلا رخاوة باللسان بالفك السفلي، فنحن بنعمل تمارين تقوية عضلات اللسان والفك السفلي. تمام. خلينا نقول لك أن الناحية العضوية بالأول هي الأساس وهي المهمة. بعض الأمهات يمكن إذا بتوافقين الرأي يمكن بتركوا أطفالهم قدام شاشة تلفزيون من أعمار صغيرة على الموبايلات يلتهوا، هذا الشيء ممكن يأثر على النطق في حال بعد هو عن الجو الاجتماعي والجو اللي فيه أحاديث وكلام كثير؟ أكيد بيأثر، لأنه الطفل عم يستقى المعلومة واللغة بس هو ما عم يعبر عنها، فما عم ينتجها. فهون الولد بس مستقبل بس ما عم ينتج، نظرا لانه الاهل ما عم يحاكوا. فنحن كثير بننبه على الاهل انه لا تتركوه لفترات طويله، ضلوا حاكوا لحتى انه يحكي عبكير. طيب دور الحضانه اليوم، هلا في بعض الاولاد عم يفوتوا على الحضانات ما عم يقدروا يحكوا، ما مو مثل اقرانهم من الاطفال، هل الحضانه لها دور بتساعد بتقويه مثلا الكلام عند الطفل؟ طبعا، لانه الطفل بيتعلم من الاطفال الثانيين ومن البيئه المحيطه حواليه، فبيشوف الاطفال كلياتهم عم يحكوا فهو اكيد رح ينطلق ويحكي. طبعا بده جلسات نطق مرافقه للروضه. لما بنسمع عن جلسات النطق فينا نعرف شو هي ممكن التفاصيل؟ قد ايه ممكن المدرب يكون قريب من الطفل لحتى يكسب ثقته وبالتالي يعرف نقاط القوه ونقاط الضعف عند هذا الطفل ويمسك بايده يمكن خطوه بخطوه لحتى يوصل للنتيجه المرجوه؟ هلا بجلسات النطق نحن بالعاده انه بتكون 30 دقيقه بالعاده، اذا كان اعمار كثير صغيره فنحن بنبلش معهم باللعب كدمى كقصص انه لعبيه، فهو بيتشجع الطفل. بنعرفهم على الاشياء بالبدايه ممكن نقول؟ بنعرفهم على الاشياء اكيد، بس اول شيء باللعب، لانه الطفل اذا كان عمره 4 سنين فهو ما رح يقدر يتواصل معنا الا عن طريق اللعب اللي هو كثير مهم. نعم. طب هون دور الاهل كمان بعد جلسات العلاج، انتم اكيد بتعطوا نصائح وتعليمات لحتى يكتمل العلاج بالنطق. تمام. هلا بعد كل جلسه نحن بنحاول نقول لهم انه رجعوا دربوا الطفل على نفس التدريبات، حاولوا انه تزيدوا الكلمات اللي هو عم يحكيها، بس ما تكونوا متسرعين وما تعطوا الطفل اكثر من طاقته، لانه هون بيترك الطفل وبيمل وما عاد بده يكمل بجلسات العلاج. اكيد. نصائح اخيره بتحبي توجهيها يمكن لكل الامهات وبعض الاختصاصيين اذا فينا نقول اللي عم يوقعوا ببعض الاخطاء؟ نصائح، اول شيء انه انتم ما تتركوا اولادكم، دائما اعملوا فحص سمع اهم شيء. بالعاده انه لازم بعد الولاده مباشره تعملوا فحص السمع، تتاكدوا انه الطفل مر بكل مراحل اللغه الطبيعيه. تتركوا الولد انه يتواصل مع المحيط، ما تخلوه خجول، ما تخلوه انه هو ببيئه منعزله نتيجه الدلال الزايد او الحمايه الزايده. هاي هي اهم النصائح. شكرا لك على كل المعلومات اللي اعطيتينا اياها، ان شاء الله الكل يكون استفاد منها. اكيد دائما نقول الاهل يعني لازم يراقبوا طفلهم من الولاده. أكيد. شكرا لك. شكرا لك. اكيد زينب، دائما بنقول احنا الوعي هو الاساس باجتياز اي مشكله. شكرا لك وبتمنى لك بقيه نهار حلو.